قبعة رشا. اشترت ماما لرشا قبعة حمراء جميلة فيها ثلاث ريشات ملونة، ريشة صفراء، ريشة خضراء، وريشة زرقاء. فرحت رشا بالقبعة، اقتربت من أمها، عانقتها، قبلتها، ثم قالت: أحبك يا ماما، يا أجمل ماما، أنت أجمل من كل الأمهات. وخرجت رشا من البيت، القبعة الحمراء الجميلة على رأسها. أخذت رشا تمشي وتغني: لقبعتي ثلاث ريشات، ثلاث ريشات لقبعتي، ريشة صفراء وريشة زرقاء وريشة خضراء، لكنها الحمراء قبعتي. بينما هي تمشي وتغني، هبت رياح قوية. ماذا حصل؟ طارت قبعة رشا عن رأسها، طارت القبعة بعيدا، طيرتها الرياح، ركضت رشا وراء القبعة، نظرت إليها وحدقت، ثم قالت: ماذا حصل لقبعتي الجميلة؟ طارت عنها الريشة الصفراء والريشة الخضراء، فتشت في كل مكان ولم تجد شيئا. حزنت رشا كثيرا. كيف أحافظ على الريشة الزرقاء الباقية إذا هبت الريح مرة ثانية؟ إذا أمسكت بيد القبعة يطير الفستان، وإذا أمسكت بيد الفستان تطير القبعة. وبينما رشا تمشي وتفكر، هبت ريح قوية. ولكن عجبا، لا القبعة طارت ولا الفستان طار. كيف؟ ماذا فعلت رشا؟ ممكن أن الريح لم تكن قوية وشديدة؟